أجل خلافكم الآن، فإننا في محنة. علينا أن نعين قاضيا هذه الأيام. فاحذر اللصوص وقطاع الطرق. لا أملك شيئا يأخذونه. سدد الله رميك وأنت تقاتل التتار. كيف تنعمون بحياتكم وأوقاف المسلمين تسلب جهارا نهارا؟ كيف؟ أرسل إلى والي الصعيد، بلغوا بتعييننا للشيخ تقي الدين قاضي القضاة على كل الصعيد. فلتجدوا قاضيا غيري. ولكنه أمر من السلطان منصور. أخبر السلطان أن محمد بن علي يرفض القضاء. لك عندي يا مولاي إن تم الأمر وعينت قاضيا أن تكون دار القضاء دارك. أعطوه 1000 دينار. ماذا تفعل؟ تسرق كتبي؟ طرد كتبي. لا تسأل من السارق، بل اسأل من أرسل السارق. إياك وأن تفكر، أنت هنا لتفعل ما يطلب منك، أسمعت؟ وإلا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، ها هنا. يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك وشؤونك، فأنت مسؤول عن رعيتك وهي أمانة، ويوم القيامة هي خزي وندامة. وارفع يد الظلم عن وقف المسلمين وأموالهم، واحذر دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. وماذا يفعل الإمام مع الرعية إذا فسدوا؟ قال عمر بن الخطاب: إذا تعثرت شاة في العراق خفت أن يسألني الله عنها. لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ إن صلاح الرعية من صلاح الراعي. وبماذا أستعين عليهم؟ بالبطانة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. فإذا أعرض المصلحون وأقبل المفسدون، يأثم الجميع. فلترفع الإثم عنا، يرحمكم الله.
أن القضاء يحتاج لرجال يخافون الله ولا يخشون لومة لائم، فإن غابوا جاء من يبيعون آخرتهم بدنياهم فيفسدون دينهم ويفسدون على الناس دنياهم. ليس لي بالقضاء حاجة. ولكن القضاء له بك حاجة. نذرت نفسي للعلم والتعلم، ولا أريد أن يشغلني شيء عنهما، فما بالك بالقضاء وما فيه من هلاك؟ أتتعلمون العلم لتضعوه بين دفتي كتاب؟ فمن يعمل به إذن؟ تعرفون ثقل الأمانة وتشفقون علينا منها، وتطلبون منا أن نبحث عن الأكفأ والأصلح، فإذا ما عرضناها عليكم تفرون منها وتنأون بأنفسكم عنا. ابحث لعلك تجد غيري. وجدت، وسيكون القاضي إن لم تكن أنت. من يكون؟ الشيخ بكري. وهل ستقبل بتعيني؟ سأفعل إذا رفضت أنت. لقد قبل القضاء، وكل هذا بسبب فعلتك الغبية. لم أكن أعلم أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. لابد أن نعالج هذا الأمر، سأجعله يخسر كل شيء. وكيف ذلك؟ أنت لا تعرف شيئا. يبقى العلماء بمنزلة حتى يدخلوا إلينا معشر السلاطين، فيدوس بساطنا ويجلس على مقاعدنا ويتكئ على أرائكنا، فتنجلي حالهم وتسقط عنهم عباءتهم، ويخرج منها ما يخفونه عن العيون. انظر إلى حالك وستعرف أنني على حق، وغدا سيلبس تقي الدين خلعة القضاء فيألف جلده الحرير ويعرف معنى النعيم والتنعم. لا يا السلطان، منصور بن لاجين المعظم يخلع عباءة القضاء الحريرية على الشيخ تقي الدين محمد بن علي القشيري ليكون قاضي القضاة في مصر، يحكم بشرع الله وأمره، ويقيم الحق والعدل، وينصف المظلوم، ولا يخشى في الله لومة لائم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. صدق الله العظيم. إن منصب القضاء لهو أمانة ومغرم وليس مغنم، وهو تكليف وليس تشريف.
لذلك فأنني قبلت ما كلفني به مولاي السلطان. وأنني لأبرأ إلى الله من أن ألبس حلة من الحرير، والمرء ليس بملبسه وإنما بعمله. قرار من لدنا، سيبقى إلى ما شاء الله. لن نلبس الحرير لأحد في تكليفه. كان قائدا أو وزيرا أو قاضيا، حينما قلد السلطان الشيخ تقي الدين منصب القضاء رفض أن يلبس حلة الحرير واكتفى بحلة صوف حقيرة كان يرتديها. رفضا؟ وهل قبل السلطان حلة الصوف؟ بل وألغى حلة الحرير عند تعيين الوزراء والأمراء، وسيرتدي الجميع الصوف. لقد حقد عليه الجميع إثر ذلك. أتمنى لو أرى عيون من كتمر الآن. إن الله جاء بالشيخ تقي الدين ليأخذ منه حقنا. لا أيها الأمير بيسري، حقنا سيأتي بقوتنا عاجلا أم أجلا. سيد القاضي، إن التاجر مروان قد توفي منذ يومين رحمه الله. إنه بلا أولاد، وإنني أخوه لأمه، أنا وارثه الوحيد. وما دليلك على ذلك؟ إن كل الناس يعرفون ذلك، لقد عملنا معا منذ طفولتنا وعشنا معا، نحن أخوة. عملتما معا وعشتما معا، هذا لا يعنيني. أريد دليلا، شهود إثبات أنه أخاك لأمك. إن التاجر مروان توفي منذ يومين وأنا شريكه في تجارته، وإنما تركه مروان لمال وفير، أراضي لا نهاية لها، وتجارة لا تأكلها النيران. وماذا يمنعك من أخذها؟ لقد ذهبت للقاضي تقي الله وأثبتت أني أخو مروان لأمه، ولكنه رفض بشدة بدون شاهد. هذه بسيطة يا غلام. أمرك سيدي. نادي للكاتب يأتي إلي. قل لي يا جمال، بكم تقدر الثروة التي سنرثها معا؟ يا جمال، هذه ليست بشهادة يمكن أن أعتمد عليها. إنه الأمير مانكو تومر. وماذا يعنيني أنه الأمير؟ هل لأنه الأمير علي أن أقبل بشهادته؟ إنه الأمير يا مولاي، إنه الأمير. أعرف أنه الأمير، وأعرف أيضا أنه نائب السلطان، ولكن هذا لا يعنيني. أريد إثباتا بأنه أخاك لأمه. التفت
لم يبالي برسالتي؟ من يظن نفسه؟ يريد أن يستعبدنا بحلة الصوف التي لبسها؟ لقد رد رسالتك ولم يأخذ بها، وقال كلاماً أستحي أن أنقله لك. يا غلام، سيدي، نادي الكاتب وليكن أمراً. هذا الكتاب لا يجدي نفعاً هنا. إنه أمر الأمير مانكوتومر نائب السلطان. حتى لو كان أمر السلطان نفسه، إن لك حق، أثبت ولا تلتجئ إلى الأمراء والسلاطين. هؤلاء لن يجعلوا الباطل حق حتى لو رفعوا سيوفهم فوق رأسي. ولكن الأمير مانكوتومر لا يوصي بالباطل. هذا بيت يحكمه كتاب الله ولا يحكمه الأمراء والسلاطين. حين يأتيك كتاب من نائب السلطان فما عليك إلا السمع والطاعة. لم أعتد إلا طاعة ربي. هذه الدار بنيت على شفير جهنم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت تتعدى حدودك. هذه حدود القضاء لا حدود السلطنة. السلطنة أكبر منك ومن دوائر قضائك هذه. الله أكبر وهو ولي. والله لن أقعد في دار يرتع فيها أمثالك. يا الحراس، أغمدوا سيوفكم. أغلقوا هذه الدار ولا تفتحوها إلا إذا جاءكم قاض آخر. أغلق دار القضاء؟ وأين هو الآن؟ ذهب إلى الدار الشرعية، فلما تبعته وطلبت منه العودة فإذا به يوبخني ويقول لي لن أذهب لدار القضاء ثانية. إذا استقال؟ قلت لي إنهم أشهروا السيوف داخل دار القضاء. نعم، أشهروها علينا جميعا. لعلك تتوهم هذا أيها المنادي. أنا لا أتوهم، وكل من كان معي يشهد بذلك. هناك أمر جلل. حدث ما كنت أنتظره. إذن هو أمر متعلق بالأمراء والقضاء، وعلى ما أظن الأمير مانكوتومر. وهو كذلك. وماذا ستفعل؟ سقطت عني أمانة القضاء، وبقيت لدي أمانة العلم. إذن ستتفرغ للعلم والتعلم وتنسى أم البنين. أنت من قبلت بي على عيوبي، فلا تشتكي الآن من كثرة مشاغلي. ليتني كتاب من كتبك تفرد له بعض وقتك. أتغارين من كتبي؟ وكيف لا أفعل؟ وأنت إن أمسكت كتاباً لازمته ليل نهار. الكتاب يرافقني يوماً أو يومين، أما أنت. فهمت المغزى ورجعت عن قولي، فأين لي بمحاججة قاض؟
أنا لست حزينا لأنني تركت القضاء، فقد انزاح حمل كبير عن كاهلي، وما استيائي مما حدث إلا غيرة على هيبة القضاء والقضاء. الشيخ تقي الدين يستقيل؟ نعم، لقد طلب مني الوالي أن أخبركم بذلك. أرسله في طلبه لأسمع منه وأنظر في أمره بنفسي. أمرك يا مولاي. اسمع، لا ترسل في طلبه، فقط أبلغه أن السلطان غاضب وبشدة منه. أمرك يا سيدي. كان عليه أن يطيعك ولا يعصي أمرك، ثم يأتي بعدها ويشتكي لك إن كان على حق. أن تركنا كل من تسول له نفسه أن يعصي أوامر السلطان، فأي هيبة تبقى لسلطانك؟ ولما لا تذهب إلى السلطان وهو من أرسل في طلبك؟ لو أراد إحقاق الحق لكف يد نائبه عن حقوق الناس. وماذا لو كان لا يدري؟ لو كان لا يدري فهو محاسب في تقصيره بحق رعيته، وإذا كان يدري فهو شريك معه في ذنبه حتى لو لم يقاسمه. أوليس من الواجب نصحه وإعانته على الفاسدين من حوله؟ من لاجين أخطأ حين ركن إلى قلبه وولى منكو تمر نيابة السلطنة، فهو لم يولي مفسدا يأكل الحقوق وحسب، وإنما استعدى أمراء لا أظنه ينجو من كيدهم. أو تظنه سيلقى مصير من سبقوه؟ لا أراه إلا فاعلا، فالرعية راعية، ومن رعى رعيته في ميسرته حملته رعيته في معسرته. وماذا تستطيع الرعية على فعله في بلاط السلاطين؟ القطيع لا يتبع الإبل المعتلة، وحده الصحيح من يرأسهم ويقودهم، وما من صحيح إلا من صح قلبه قبل بدنه.
إن زوجي رحمه الله أيها القاضي ترك لنا مالا أنفق فيه على أولادي، فجاء عم الأولاد وأخذ المال كله واستأثر بالتركة لنفسه بدعوى أنها أموال أولاد أخي. وحصتك من التركة؟ أخذت حصتي من التركة وبقي مال الأولاد فهو الأكبر والأكثر. غدا عندما يكبرون من سيعطيهم حقهم؟ عمهم. وهل تظن أنه سيبقى لهم شيء عندما يكبرون؟ أنا لا أمن على أموال أولادي منه. بل أنت وإخوتك من سيأكلون مال أبناء أخي، ولذلك أبقيته في عهدتي حتى يكبروا ويجدوه في انتظارهم، وحتى لا يذهب هباء منثورا. وكيف نضمن أن لا يذهب المال في غير وجه حقه؟ هم أولاد أخي، فكيف تتهمني هذه بأني سآكل حقهم؟ اسمعاني كلاكما، احصرا المال وسأجد حلا يرضي الجميع. لا ضامن يضمن حق اليتامى، فكم من يتيم ضاع حقه وذهب ماله وهو طفل صغير لا يعي عن ذلك شيئا، ويكون آكل ماله أقرب الناس إليه. ماذا ترى؟ الناس يستفتونني وأنا لا أملك إلا الفتوى، لكنك يا مولاي مسؤول عن هؤلاء اليتامى، ويمكنك أن تقدم لهم شيئا يضمن لهم حقهم. إن هذا يحتاج إلى القضاء وليس لي. قلت لكم لا حاجة بي للقضاء. إنما جئت لأبرئ نفسي أمام الله، فافعلوا ما بدا لكم. السلام عليكم. حتى وإن كنت رافضاً العودة إلى القضاء، فلا أقل من أن تلبي دعوته وتوضح له ما حدث. لبيتها أول مرة فطوقني بالقضاء، دعني بما أنا فيه بعيداً عن القصور والسلاطين. يا أبا محمد، كلنا نعلم أنك على حق، ولكن الحق مستضعف، يحتاج من يظهره على الباطل. أنت تعرف قدرك ومكانتك عندي، ولكن لا تغصبني، لا تغصبني على ما لا طاقة لي به. لن ألح عليك في أمر يسيئك، لكن فكر في الأمر. أنت أقعدت قضاة الولاية جميعا في بيوتهم، فلمن يلجأ المظلومون؟ ضعوا قاضيا ترتضونه مكاني ليرجع القضاء. وحتى نجد من يأخذ مكانك، كم من مظلوم ينتظر؟ كم من مظلوم بات مقهورا دامع العينين يدعو على من ظلمه وينتظر من ينصفه؟ الله